تحية بيلتون وماذا نرى لبيلتون؟ بيلتون الواضح قدام مني يا جماعة ان ده مش هبوط تصحيحي، الهبوط زاد عن الحد. وبمنتهى البساطة لو جينا نأكد ان ده انعكاس في السعر، لو انا خدت فيبوناتشي وقلت احسب الاتجاه بتاعي، انا كسرت مستوى 160 فيبو، يعني ده استحالة يكون تصحيح، ده انعكاس في السعر. يعني انا شايفه ده انعكاس في السعر، انعكاس في السعر. اي صعود ممكن يحصل، اقصى حد ليه ممكن يحصل من 3 جنيه و40 قرش لحد مستويات ال 3 جنيه ونص. يعني انا ده اللي شايفه. لكن بيلتون انا شايف ان ده مش هبوط تصحيحي نهائي، لان لو انا هبوط تصحيحي بمنتهى البساطه كنت هاخد مثلا ضلع على شكل اي بي سي، يعني كنت هاخد ضلع على شكل اي بي سي وصعد. لكن ده مش صعود تصحيح نهائي، ده صعود هبوط اندفاعي. يعني بمعنى صح، اتوقع ان يحصل هبوط كمان شوية وبعد كده يحصل اي صعود على شكل A B C، هو مجرد لتكملة الاتجاه الهابط، الا في حالة واحدة بس، ان انا يحصل عندي تغير في اتجاه من المنطقة دي ويقوم عامل لي صعود يكسر لي يجيلي كل الموجة دي. يعني بمعنى أدق وبمنتهى البساطة عشان ما ندخلش نفسنا في وجع دماغ كتير، بيلتون طالما تحت مستوى 4 جنيه لا أمل له في الصعود، لازم يبقى فوق 4 جنيه عشان أقول بيلتون صاعد. كمان أنا عندي جدار قوي جدا، الجدار ده قوي جدا جدا. طيب الجدار ده لحد الآن لن يكسر، يعني والصعود اللي حصل حصل صعود وحصل ردة فعل، بس ردة الفعل انتهت بكارثة زي ما بنقول. يعني انا تقريبا شبه لغيتها، يعني كل الصعود ده انا تقريبا شبه لغيتها. فما اعرفش، انا بس مستني نشوف ردة فعل من بيلتون. لكن انا شايف بيلتون في الوقت ده هو ليس افضل خيار، كمان اخباره ماليا سيئة جدا. فانا شايف الابتعاد عن بيلتون افضل حل. فرص يا جماعة كتير تانية غير بيلتون يعني.